على خلفية شدة السيول القادمة من إيران إلى المدن المحاذية للحدود الشرقية، استنفرت فرق الدفاع المدني طاقاتها لإنقاذ الأهالي في القرى والمناطق الواقعة في تلك الأماكن بعد تسجيل وفيات وفقدان عشرات الأشخاص. ودخلت محافظة ذي قار على خط الأزمة، إذ أعلنت دائرة الدفاع المدني فيها إرسال عدد من فرقها إلى محافظة واسط لتقديم الدعم والإسناد للحالات الطارئة إثر عطل كميات كبيرة من الأمطار وقدوم سيول من إيران نحوها، فضلا عن سحب المياه المتجمعة، موضحة أن هذا جاء بناء على توجيهات المديرية العامة في بغداد. وكانت مديرية الدفاع المدني العامة قد أعلنت عن إنقاذ شخصين في واسط بعد محاصرتهما بالسيول القادمة من إيران.